هم نفسهم اللي بيقولوا ان ارتفاع الاسعار والغلاء وصل الى 36%، وقالوا ان الاغذيه المشروبات 48.5%، والخضروات 74%. طب مش هم الاستاذ خير رمضان والاستاذ احمد موسى والاستاذ عمرو اديب بكل الاساتذه قالوا ان احنا الحمد لله بعد راس الحكمه كل الاسعار انخفضت؟ ايوه، او داخلين على انخفاض خلاص. ايوه. طيب خلونا بقى نكمل معاكم في اللحمه. طالما احنا اللحمه بقى والدواجن بقى، زادت بنسبه كام في شهر 2 العدد ده؟ اللي قالوا فيه كلام واللي من الراجل جاي يا جماعه وابشروا، اللي قالك ان الحمد لله احنا ايه عدينا وكبرنا واذنا والحمد لله. اللحمه زادت بنسبه والدواجن 43%. بالدقه يعني 42.9%. ده خلال حضرتك في شهر 2 اللي فات. ده خلال شهر 2 اللي فات. وهنا يبقى السؤال، طب انت بس قولوا لنا يا جماعه، علشان احنا معلش احنا شويه احنا بنبقى ناس غتيته، ولكن انتوا اصلا بتجهدوا كل انجازات ولا تتحدثون مطلقا عما يفعله الان النظام من طفرات وقفزات. ماشي يا عم، انا عايز احتفل معاك. انت قلت خلاص ان انا جاي لي فلوس ومليارات والحمد لله الاسعار هتنزل. انا ما الاقي كل ده قدامي، الاقي اولا الاسعار بتغلى وانت لاقي الكلام ده. يعني انت اللي قلت الاسعار اللحمه والدواجن 43%، قلت الحبوب والخضروات 74%، يعني تقريبا الضعف. يعني الحاجه مثلا الخضار كان ب 20 بقى ب 40 او بقى ب 38، انت اللي قلت مش انا. طب لما تيجي النهارده الاسعار تزيد والدولار النهارده يزيد يوصل 50 جنيه، يبقى انت بتوعد الناس بايه وعمال تحتفل بانتصار ايه؟ انتصارك يعني هنا قوتك ايه؟ في حلتك. انت راجل عنتيل في الاقتصاد وعنتيل في السياسه، لما تلاقيك النهارده امامنا وامام الناس كلها يتحول هذا النظام الى ذبابه هشه لا وزن لها امام التحديات والازمات والمشكلات الاقتصاديه، يبقى انت النهارده بطل من ورق. العكس، ده انت النهارده بتنتزع بطوله وهميه مزيفه. نحن كمان داخلين لسه على شهر رمضان، الناس بطبيعه الحال صايمه طول النهار، عايزين يجيبوا اكل وشرب وخضار ويجيبوا الناس يعني اي حاجه. لما يكون قبل رمضان في شهر 2 الاسعار تضاعفت، امال في رمضان هنعمل ايه؟ الاستاذ عمرو اديب له يعني تعليق، ان للاسف الشديد ان في ناس بياكلوا موز وعنب وتفاح وكمان مستورد، ليه مش عارف؟ طبعا ده تساؤله. الاستاذ عمرو ما قالش ان في ناس بتاكل فول وطعميه وجبنه، وفي ناس بتفطر وما بتعرفش تتغدى، انما هو الراجل بيتكلم على هو كم مواطن مصري يعني عمال ياكل موز وتفاح مستورد؟ كم بيت مصري يعني؟ كم عمال ياكل موز وعنب وتفاح مستوردين؟ كم واحد؟ انما الاستاذ عمرو لازم يروح الى جهه بعيده خالص عن الواقع. انت عندك 110 مليون 120 مليون الان، يعني مثلا يا استاذ عمرو 100 مليون ربنا يعلم محلهم. خلونا نشوف ماذا علق عمرو اديب على الناس اللي بتاكل موز وعنب وتفاح. مهتم قوي ان انا اخش اي سوبر ماركت الاقي فيه شوكولاته مستورده او بسكويت مستورد او مش عارف ايه زيت منين وبتاع، مش وقته خالص، مش وقته خالص. اللي عايز الكلام ده يا جماعه يروح يجيبه هو. بسافر انت سفريتك لليونان لايطاليا وبتاع، هات شنطه فيها حاجاتك وبتاع، احنا عندنا الزيت المصري، عندنا الشوكولاته المصريه، عندنا شويه يعني هيجرى لك ايه؟ ما هو احنا كمان مش هينفع قوي انه يعني اللي بيجرى ايه؟ ان انت عندك ازمه ومش قافل الحنفيه كويس. طبعا في حاجه اسمها التهريب بين النقطتين دول، في تهريب يعني في اماكن مش عايز اقول على اساميها تخش تسال طب وانتوا دخلتوا السلع دي ازاي؟ وانت جاي تكلمني على ان في ادويه مش عارف تدخلها. انت لغايه دلوقتي بتجيب موز مستورد ليه؟ اهو مثال تافه، ابو 100 جنيه ده. وعندك الموز بتاعك احلى موز في الدنيا ب 15 جنيه الكيلو. طب ما هو الدولار ده ليه؟ يعني انت ليه بتعمل الكلام ده؟ انما كن جادا، انا ما بقولكش احرم الناس من حته الجبنه البيضة، ما بلاش مش لا، الناس تاكل جبنه بيضة وجبنه رومي ولانشون وكل ده موجود في مصر، وياكلوا موز وبرتقان زي الفل ويستفندي نمره واحد وعنب ما حصلش. طب انت بتستورد عنب ليه؟ انت بتستورد تفاح ليه؟
هتقول لي اصل ده معمول للسياحه. والله انا بروح دول كتيره، اللي موجود ده انتاج بلدنا. يعني اروح تركيا كده، التفاح ده ايه؟ تركي. العنب ايه؟ تركي. العيش ده ايه؟ تركي. ده في اكبر الفنادق. والله انا عايز عنب من بلالايكا مش عارف. لا ده او توت بري. ايه التوت البري ده يا جماعه؟ وطعمه يعني ما يتبلعش. انا مش